وفوقاش ما تكتشف على الحقيقه ديالك، شنو هي المفاجاه اللي موجوده الجمعه؟ بالنسبة للمفاجاه كاين واحد الارتيست معنا اليوم، واحد الكاست يكون معي ان شاء الله. وبالنسبه للسؤال الاول ما عرفتش فرانشمون لا سؤال هو كما تنعرفوا انه سمور في المسيره الفنيه ديالو هذا هو اول مهرجان غادي يطلع فيه سيرسان، شو الاحساس ديالك وانت غادي تشارك يعني كواحد النجم اللي هو عالمي شاب خالد، شنو الاحساس ديالك في اول طلوع ديالك في هاد لاسين هادي؟ شكرا. صافي بليزير صراحه، جيسبر كو داكشي يدوز مزيان. شكرا.